على نتائج مباريات اليوم في دوري ابطال افريقيا في دور ال 16، كل المباريات بالكامل تظهر امام حضراتكم على الشاشه. في دوري ابطال افريقيا مازيمبي والوداد المغربي انتهى اللقاء بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، اهلي طرابلس واسك ميموزا 2-1 لصالح اهلي طرابلس. ماميلودي سان داونز وفيتا كلوب 2-1، والنجم الساحلي بيهزم انيمبا النيجيري بثلاث اهداف دون مقابل. ده بالنسبة لنتائج مباريات اليوم من دوري الأبطال. الأندية بقى المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الزمالك المصري والأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، أسك ميموزا الإيفواري، الوداد المغربي، إنيمبا النيجيري، فيتا كلاب الكونغولي، وزيسكو يونايتد الزامبي. تصنيف الأندية يبقى كالتالي زي ما هيظهر أمام حضراتكم على الشاشة. تصنيف الأندية في دور المجموعات، تصنيف أول طبعا الأهلي ووفاق سطيف الجزائري. التصنيف الثاني عندنا الزمالك وفيتا كلاب الكونغولي. والتصنيف الثالث الوداد المغربي وأسك ميموزا الإيفواري. والتصنيف الرابع إنيامبا النيجيري وزيسكو الزامبي. الأندية بقى اللي اتأهلت في البطولة الكونفدرالية من الدور ده من دور ال 16 نعرفها دلوقتي حالا، تظهر أمام حضراتكم على الشاشة. عندنا مونانا الجابوني، عندنا مصر مقاصة المصري، عندنا الملعب القبسي التونسي، ساجاردا اسبرانسا الأنجولي، والترجي التونسي، الفتح الرباطي المغربي. لسه في الأندية المتأهلة لملحق دور ال 16 للكونفدرالية الإفريقية، مديمة الغاني، الكوكب المراكشي المغربي، ومازيمبي الكونغولي، مولودية بيجاية الجزائري، والمريخ السوداني، أهلي طرابلس الليبي، ويانج أفريكانز التنزاني.